بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي وزملائي وزميلاتي مديري المدارس الثانوية، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. أخوكم محمد عبد الدايم دياب، القائم بأعمال رئيس قسم التعليم الثانوي لإدارة أسوان التعليمية. إن شاء الرحمن ده أول لقاء هيكون بيننا ولن يكون الأخير، فالتعامل سيكون بيننا إن شاء الرحمن من خلال زيارات ميدانية ومن خلال هذا الفيديو، يعني هيكون في فيديوهات مستمرة إن شاء الرحمن بيننا وبين بعض. فأنا بأسمي هذا إنه هو عصر جديد، العصر الجديد أو العهد الجديد اللي لابد أن تستخدم فيه التكنولوجيا وتستخدم فيه كل وسائل المنظومة الحديثة اللي احنا هنتعامل من خلالها إن شاء الرحمن. في البداية يعني أنوه لحضراتكم بعض النقاط بس البسيطة. النقطة الأولى إنه احنا بنبعت دايماً استبيان، بنبعت لحضراتكم استبيانات وبنطلع بعت لحضراتكم يعني مجموعة من الملفات المطلوب استيفائها، لكن في الحقيقة بنجد أنه قلة. يعني أنا عندي مثلا بما يوازي 20 مدرسة ثانوي، نلاحظ أن اللي ردوا علينا ودون النتيجة يدوبها 5 مدارس فقط. طيب والباقي فين؟ الباقي فين؟ من ضمن الناس اللي بتقول انه لا احنا كل يوم احصائيات. ايوه كل يوم احصائيات، لانه كل احصائيات في تغيير، في طلبه اتنقلت وفي طلبه جات. لابد ان يكون يعني نبلغ القياده بتاعتنا احصائيه صحيحه بدون اي تغيير فيها. ده اللي انا عايزه من حضراتكم. ان شاء الرحمن يعني انا لن اطيل عليكم في هذا الفيديو، ولكن انا جهزنا استبيان بسيط. هذا الاستبيان البسيط اللي هيكون مع هيرسل لحضراتكم على طريقة جوجل فورم، وعن طريق جوجل فورم احنا هنبعت هذا الفورم اللي هتلاحظوا حضراتكم هيكون موجود قدامنا. شوف هنشوف كده ايه اللي هيحصل معانا. اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم ده الجوجل فورم اللي احنا عايزين حضراتكم تتعاملوا معانا فيه. بصوا كده، يعني هتلاقي أول ما يوصل عند حضرتك الجوجل فورم اللي هو جاي باسم إدارة أسوان التعليمية قسم التعليم الثانوي. أنا عايز أعمل داتا، عايز أعمل قاعدة بيانات. هذه القاعدة تكون فيها كل المعلومات صحيحة من خلالها، بحيث أنه يسأل أي إنسان سواء أنا كنت هكون في هذا المكان أو غيري، يمشي على هذه الداتا ويكون معاه معلومات صحيحة لا يستطيع أن يخالفه فيها أحد. ومن هذه المعلومات احنا هنبدأ طبعا، دي بداية بالنسبة لنا. أول حاجة سنقابلها عن قريب إن شاء الرحمن، وهو استعدادنا لامتحان التجربة أو الامتحان التجريبي للصف الثالث. فهذا الاستبيان سوف يكون مطلوب فيه معلومات عن الصف الثالث الثانوي فقط لا غير. الاستبيان لذلك أنا كاتب لحضراتكم هو إحصائية الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي فقط. يعني مش عايز منك أي معلومات عن أولى والثانية، هنطلبها طبعا بعد يعني إن شاء الله بعد كام يوم بعد ما نظبط نشوف اللي موجود عندنا. طبعا لذلك أنا الهدف من الاستبيان أنا كاتب الوقوف على آخر إحصائية للمدارس للامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي. عايز أعرف عند حضرتك الطلبة اللي موجودين بالضبط كام، يعني في والمنازل كام، وكل الحاجات دي هناخدها من هذا الكلام. اول حاجه انا عايز حضرتك اول ما تفتح الاستبيان بتبدا بتكتب اسم مدرستك واسم السيد المدير وتليفون السيد المدير، علشان كل ما نتصل باي مدير يقول لك التليفون اتغير، ده مش تليفوني، ده تليفون حد تاني. احنا عايزين تليفون حضرتك واللي انا هيكون تعاملي معاه اكثر. طبعا نتيجه الانشغال الساده المديرين بأعمال كثيرة جدا، لأن أنا كنت ماسك إدارة وعارف إيه اللي ممكن يكون الهم اللي بيكون على يعني عاتق هذا الرجل الذي يقوم بدور المدير. هلاقي عند حضراتكم كمان تاني عايز اسم المسؤول عن شؤون الطلبة، مين المسؤول عن شؤون الطلبة وتليفونه،
ومين المسؤول عن الحكومة الإلكترونية وارده وتليفونه. بعد كده أبدأ أسأل حضراتكم السؤال، هل المدرسة مستعدة لامتحان التجريبي بالمدرسة من ناحية إيه؟ هل هي مستعدة؟ الأدراج سليمة؟ اللي في مشكلة في الراك؟ في مشكلة في أي استعدادات إلكترونية موجودة عند حضراتكم؟ في أي مشكلة فيها؟ ده طبعا هتكتب لي مستعد أو غير مستعد. مستعد يعني ما عنديش أي مشكلة. عدد الطلبة هنا برضو أقصد بها مين؟ سنة ثالثة. عدد الطلبة في المدرسة البنين كام؟ وأنصح حضراتكم الناس اللي هتعبي الاستبيان عندما تكتب أرقام تكتبها باللغة الإنجليزية، عندما تكتب أرقام اكتبها باللغة الإنجليزية علشان يقبل منك هذه الأرقام، وما يقولكش طبعا الرقم ده غير موجود. عدد البنين، عدد البنات، عدد المسلمين، عدد المسيحيين. نبدأ نخش بقى على التشعب. عند حضرتك علم رياضة فرنسي كام؟ علم رياضة ألماني كام؟ علم علوم فرنسي كام؟ علم علوم ألماني كام؟ الأدبي فرنسي كام؟ الألماني كام؟ بعد ما أخذنا التخصص عايزين نعرف من حضراتكم اللغة الثانية. عدد الطلبة اللي لغتهم إنجليزي، اللغة الثانية إنجليزية، ودي طبعا هتكون في مدرسة واحدة زي ما حضراتكم عارفين. لو أنا ما عنديش ما سيبش دي فاضية، لازم أحط إجابة، أحط زيرو، لأنه هتلاحظ أنه جنب هذا السؤال أو هذا الاستبيان فيه نجمة حمراء كده، دي معناها أن هذا السؤال require يعني مطلوب، لازم يكون مطلوب، معناه لازم تجاوبه علشان تعمل عملية إرسال الإجابة. مع لو عندكش في أي واحدة مثلا عدد طلبة للغتهم الثانية إنجليزي وتخصصهم، هنا هتبدأ تكتب زيرو لو ما عندكش. لو أنت عندك هتقول لي والله أنا عندي 9 فرنسي، عندي 9 مثلا علم علوم فرنسي، 3 علم علوم مش عارف إيه، تكتبهم لي على السطر ده، تكتب العدد والتخصص بتاعهم. عدد الطلبة اللي لغتهم الثانية إيطالي وبرضه تخصصهم. عدد الطلبة اللي لغتهم أسباني وتخصصهم. طيب عدد الطلبة اللي هم معفيين من اللغة الثانية، يعني في طالب معفي، الطلبة المعفيين اللي عندك عددهم كام وتخصصاتهم. لما هنعرف أن عند حضرتك طبعا طلبة معفيين، إحنا هنبدأ نتواصل معاك ونعرف يعني طبعا هم مين. عدد الطلبة بعض المواد بعد ما خدنا الطلبة المنتظمون اللي هو لأول سنة بيمتحنوا الثانوية العامة، هنسأل حضرتك عدد الطلبة بعض المواد، يعني الناس اللي عايدين من السنة فاتت اللي هم فرنسي، ومين هم الألماني، وبعد كده بعض المواد اللي لغتهم الثانية إنجليزي لو فيه. عدد المنازل بعد ما خلصنا طلبة المدرسة بيخش على المنازل. طبعا الطالب اللي بيمتحن منازل لأول مرة ده بنسميه اللي هو رسب مرتين في التعليم وبيمتحن لأول مرة بنسميهم منازل جدد. هتشوف لي عندك المنازل الجدد، علم علوم فرنسي وعلم علوم ألماني وعلم رياضة فرنسي وعلم رياضة ألماني. وهنشوف حضراتكم الأدبي اللي موجود عندك برضو، المنازل الجدد أدبي فرنسي والجدد الأدبي ألماني. بعد كده بيخش على بعض المنازل، بس بعض المواد اللي هم بيسميهم راسبون المنازل، دول علم علوم فرنسي، وبعض اللي راسبون بعض المواد علم علوم ألماني، وهكذا علم رياضة وعلم رياضة مثلا ألماني وفرنسي. وبعدين في عدد المنازل، مثلا عدد المنازل بعض المواد أدبي فرنسي، عدد المنازل بعض المواد أدبي ألماني. بعد كده لازم هل تم التأكد من عدم وجود أعطال في أجهزة التابلت الخاصة بالطلبة؟ طبعا كل مدرسة من حضراتكم زي ما أنتوا، أنا متأكد طبعا أنه موجود عندكم موقع للمدرسة على الفيس فيسبوك أو يعني على الواتساب. لازم حضراتكم تنزلوا للطلبة اللي عنده أي مشكلة في التاب يتواصل معنا في المدرسة، يتواصل معانا ويجينا علشان نحلله هذه المشكلة. عايز أوضح لحضراتكم مشكلة تانية من خلال خبرتنا في امتحانات أولى وتانية ثانوي. مين هم الطلبة الذين لم يتمكنوا من دخول الامتحان؟ الطلبة دول هم اللي مهكرين التاب، اللي هم لا يقوموا بعملية أي تحديث للتاب بتاعهم. فلازم
تنبهه على الطلبه ان هو لازم يدخل التاب بتاعه على النظام ولازم يحدثه، وقول له لان لو انت ما حدثتهوش مش هيخش على الامتحان بتاعك، ويلغي التهكير اللي موجود فيه على اساس ان هو لا يقع في اي مشكله يوم الامتحان، لان دي ثانويه عامه مش اي سنه اخرى. فلو انت تاكدت من وجود عدم وجود اعطال تقول لي نعم، لو ما تاكدتش لا، وهنتواصل معاك ونشوفك عملت ايه. بعد كده انا اديت لحضراتكم هل توجد بالمدرسه اي مشاكل اخرى نرجو توضيحها، اكتب لي هنا لو في اي مشاكل انت بتواجهها وان شاء الرحمن هنحاول نحلها، لان كل القياده صراحه اذا كان عندنا يعني على راس المنظومه الدكتور خالد او الاستاذ كل ما يعملون في المديريه من الاستاذ حامد الاستاذ عبد الكريم الناس اللي هو زي مثلا مدير الاداره كلهم يعني صراحه بنتقدم اليهم باي مشكله بيحاولوا يحلوها في ضوء الامكانيات اللي موجوده معهم. اتمنى حضراتكم بعد ما تتم عمليه الاجابه على هذا الاستبيان اللي هبعت لحضراتكم الرابط، انا هبعت رابط الفيديو لحضراتكم على موقع، وطبعا ان شاء الرحمن عن قريب هنعمل يعني جروب جديد على الواتساب من خلاله هننزل الناس اللي هم اشتغلوا معانا في هذا، طبعا من خلاله هنبعت الفيديوهات، مش هندخل اي حد تاني غير مدير المدارس فقط لا غير، فقط لا غير، لانه حتى يقبل كلام لو كان في اي اعمال طبعا مهما كان لابد المدير يكون له اسرار خاصه به مش كل الناس تعرفها، فلو في عندنا نشرات او اي حاجه هذا الشيء هيكون خاص بالساده المديرين فقط. هنعمل جروب جديد بس بعد ما تردوا علينا وتدونا تليفوناتكم علشان نتواصل مع حضراتكم. بعد ما بيتم هذا بتملأ الاستبيان بتعمل عمليه ارسال، بتعمل ارسال بيوصل عندنا هذا الاستبيان لكل المدارس في صوره ملف اكسل، احنا بنجمع البيانات دي ومن خلالها هنبيض البيانات دي ونجهزها ونعرض هذه النتيجه على القاده اللي هم موجودين معانا حضراتكم. ومن هنا يعني اتمنى اني اكون ويعني ولو بجزء بسيط جدا وضحت وجهه النظر، لسه انا هتقابل مع حضراتكم في اكثر من مره، كل ما يكون اي شيء انا هبلغه لحضراتكم فيديو مش اوراق، علشان في ناس بتمل من الاوراق واحنا لسه هنقرا ولسه هنعمل، لا ده احنا هنوضح لحضراتكم اي جديد يوصل عندنا. انا اشكر حضراتكم لحسن استماعكم واسف للاطاله، واتمنى يعني ان كان فيه خير فمن الله وان كان فيه شر فهذا من الشيطان، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا لن انجح في قسم انا او الاستاذ عمر، لو لن ننجح في هذا القسم الا بمساعدتكم والا بمساندتكم والا بنصائحكم. اترككم في رعايه الله، القاكم على خير ان شاء الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.